جوهرة اف ام. مرحبا زهير، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا. فقرة رادار لليوم مع وفاة جيل كوندر. خرجنا في غير التوقيت لاستنسوا بين المستمعين في فقرة رادار، على خاطر الناس الكل ولات حاضرة ولات تستنى فينا باش نجيهم. جينا رادار الكوندر اليوم العشية، دونك اليوم هو الاثنين العشية، توا في حدود توقيت الأربعة ونص متاع العشية. جينا تحديدا المركز الصحة الأساسية المستوصف متاع كوندر، دونك بما أنه مدينة كوندر تجي على الطريق الوطنية رقم 2 وهي طريق حية برشا وفيها برشا موفمون، وفي غالب الأحيان نسمعوا على برشا حوادث يصيروا في المنطقه هذه. فجينا حابين نعرفوا شنو هي الاجراءات الصحيه الاستعجاليه اللي تنجم تصير اون كاو صار اكسيدون في المنطقه هذه، خاصه وانه كوندر تبعد شويه على سوسه واقرب منطقه لها للنفيضه. دونك مع بعضنا نشوفوا انه المستوصف توا في الاربع ونص نتاع العشيه مسكر. كان عندي انا شويه كلام مع بعض المواطنين قالوا لي سكر في الخمسه نتاع العشيه لكن توا مسكر، دونك قاعدين نشوفوا فيه هذا المستوصف. الحقيقه اللي بهتني شويه زهير واحنا بالكاميرا يعني معانا الناس ينجموا يتابعونا على www.jorfm.net هو الحقيقه الحاله الشويه الرديئه للدوائر نتاع المستوصف هذا، وين احنا موجودين احنا على الطريق الكبيره في كوندر. دونك لهنا باش نشوفوا انه الوضعيه نتاع قفل المستوصف. دونك هذا قفل مستوصف كوندر، علما وانه المستوصف هذا خاص بمرضى القلب والسكري، الامراض المزمنه عليها الناس الكبار يلقحوا فيه ولا يزرقوا فيه والا كتصير لهم كومبليكاسيون ينجموا يجوا، دونك من المفترض يكون مفتوح. دونك هذا بالنسبه للمستوصف الاول. حديثنا مع بعض الناس والمواطنين اللي موجودين في مدينه كوندر قالوا لنا انه المستوصف فيت يسكر من الخمسه نتاع العشيه، لكن يقعد فما شوفور على الامبولانس اذا كان صار حادث هو الوحيد بالاستعانه بيان سور باعمال الحرس الوطني يهزوا المصابين ساعات لنفيضه اذا كان حالتهم ماهيش خطيره، واذا كان حالتهم خطيره ولا توفوا على لا يقدر على عين المكان تجي فرقه من الحمايه المدنيه من سوسه باش تهزهم. دونك باش نحاول انا ندق باش نشوف نلقاش شكون هنا في المستوصف. قاعده نحن في الباب مسكر، دونك مسكر المستوصف هذا. باش نمشيو شويه للمستوصف الاخر زهير، دونك باش نشوفوا اسكو المستوصف الاخر محلول 4 ونص نتاع العشيه نهار 2 في مدينه كوندر. المستوصف الثاني اللي هو مسكر كيف كيف في مدينه كوندر، دونك انا لا يقدر ان كاو تصير اي حاجه، الدنيا كلها مسكره. هذه الامبولانس اللي حكيو لنا عليها اللي نورمالمون جي شوفور بارتي من الخمسه نتاع العشيه يبدا على ذمه معناها الامبولانس هذه، فما كان الشوفور هكا هو يبدا موجود راهو، لانه كان يصير حادث الشوفور هو اللي ينقل المصابين كما قلت لنفيضه، واذا كان الحاله خطيره الحمايه المدنيه تجي باش تدخل باش تهز المصابين. دونك مسكر الدنيا الكل ما فما حد شيء. وحديثنا بيان سور مع المواطنين قالوا لنا راهو يسكر، دونك ما كنتش تلقاو حتى حد. فوالا هذه الوضعيه في رادار بالنسبه لليوم. باش نحاول نشوف شويه مواطنين نص نهار ما يتسكروا من بعد فما حد شيء، كل ما فما حد شيء نص نهار تسكر كل الاثنين. الاثنين قالوا لي فما يقعد شوفور نتاع امبولانس اون كاو يصير اكسيدون ولا مش صحيح. اي موجود، لا موجود هذاك صحيح. هذه اشغال توسعه نتاع مستوصف الاخر. مستوصف الاخر هذا المستوصف نتاع صغار انا نخدموا فيه. قداش عندها الاشغال؟ توا عندنا 7 أيام فيه. 7 أيام لهنا. باهي، رأيك في الخدمات الصحية لهنا في كوندار؟ يقول لك الأكسيدونات أجوجو في كوندار والمستوصفات كلها مسكرة. ما فما حد شيء معني. غير عادي. ولا شو يقول لك؟ ما فما حد شيء، المشكلة هو نصف النهار يسكر كل شيء. تبقى كالأمبيلونس هكا.